تعلن جامعة الكفيل عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مؤتمرها العلمي الدولي الخامس الذي سيعقد من 17 إلى 18 من فبراير 2024 بالتعاون مع جامعة توليدو وجامعة العميد ومستشفى الكفيل. فرصة للباحثين والعلماء لتبادل الأفكار وتقديم الأبحاث الرائدة. يمكنكم تقديم الأوراق البحثية حتى 4 فبراير 2024، وآخر موعد للإشعار بالقبول هو 4 فبراير 2024. نتطلع إلى مشاركاتكم الفعالة في هذا الحدث العلمي المميز.